لقد اكتشفنا عند تدقيقنا لوضع توزيع القضاة على التراب الوطني وجود حالات منافية للمنطق السليم، مخالفة للعقل والمعقول، مناقضة لما ينتظر المواطن من قاض لا تعتريه شبهة ولا تقربه خطيئة. إنها ظاهرة البقاء في نفس الجهة القضائية لمدة تصل أحيانا إلى ربع قرن من الزمن، وفي بعض الحالات يشمل ذلك الأزواج القضاة بما يحمل ذلك من استهتار بواجبة التحفظ والابتعاد عن الشبهات. وتجدون في المقترحات ما يضع حدا نهائيا لهذه الوضعيات والتي بلغ عددها بمختلف مددها 2456 حالة.